أعلن بكل فخر تحرير عاصمة الوطن، وأن ليبيا اليوم صارت حرة أبية، وأن حكم الطغيان وعهد الاستبداد صار خلف ظهورنا. ونؤكد على آمال وتطلعات شعبنا الليبي في حياة حرة كريمة، ودولة تمثل قيم شعبها، تحترم فيها حقوق الإنسان، وتسود فيها العدالة الاجتماعية والشفافية واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات. وعليه فإن المجلس العسكري لمدينة طرابلس يعلن أولاً انصهار كافة كتائب الثوار في طرابلس في كيان واحد تحت قيادة المجلس العسكري لمدينة طرابلس. ثانياً تركيز الجهود نحو تطهير مناطق العاصمة وتحريرها مما تبقى من جيوب المرتزقة وفلول الكتائب المنهارة. ثالثاً وضع استراتيجية وخطة أمنية متكاملة لتأمين عاصمتنا لإحلال الأمن واستعادة الحياة الطبيعية وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية والأجنبية. رابعاً يعلن المجلس العسكري عن عزمه حل أو انضمام كافة تشكيلات الثوار إلى مؤسسات الدولة المعنية بعد استتباب الأمن وانتهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل الجيش الوطني وأجهزة الأمن.